السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبات وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل كتاب المدرسة 2024، بداية من بيج 14 صفحة 14. نبدأ بسم الله. read the email again، اقرأ البريد الإلكتروني مرة ثانية. find يعني أوجد أو أعثر، the words كلمات to complete لكي تكمل، the picture الصورة، captions يعني التعليق على الصورة أو للتعليق على الصورة. شوف الصورة نمبر ايه، بيقول لي this is a bowl، هذا وعاء of porridge، يبقى عندي هنا porridge يعني عصيدة. it's made with milk، انه مصنوع من او باللبن، and honey والعسل. so number b، this is يعني هذه تكون the picture يعني الصورة of Edinburgh، Edinburgh او Edinburgh، ممكن نقول Edinburgh او Edinburgh. It has a cool park، إنها طبعا أو بها لدي حديقة رائعة. Called تسمى the meadows، the meadows، يبقى هنا طبعا هنا park وهنا picture، تسمى the meadows اللي هي المروج أو المساحات الخضراء، and a famous castle، وكمان عندي قلعة مشهورة. يبقى عندي هنا picture وهنا park، في آخر حي عندي castle اللي هي القلعة. بيش 15 صفحة 15 بيقول لي طبعا ايميل رسمي، التعبير او يعني تعريف الايميل الغير رسمي. an informal email اللي هو البريد الالكتروني الغير رسمي is a message، رسالة you write، انت بتكتبها your two friends لاصدقائك or family او العيلة. an informal email يعني البريد او اللي هو الايميل الغير رسمي should be friendly، لازم يكون ودود او ايه عطوف. in tune يعني في نبرة، نبرة الايه الود يعني. يوز استخدم informal language، استخدم طبعا اللغة الايه language اللي هي الغير رسمية. and include كمان لازم تشمل او تتضمن opening and closing phrases، العبارات الافتتاحية والايه closing phrases العبارات الختامية. طيب نشوف بعد كده عندي number 3، match يعني طابق the phrases العبارات from the email من الايميل البريد الالكتروني to their function، ليه كمان الايه وظيفتها in the text في النص. العبارة الأولى بتقول لي lots of love، معناها الكثير من الحب، ده طبعا بتكون بي، نشوف بي بتقول اسمها closing phrase، عبارة ختامية يعني بيقول لك الكثير من الحب في نهاية الايه الايميل. number 2 already cool park، حديقة رائعة جدا، طبعا إجابة عندي E. informal expressions يعني عبارة غير رسمية، يبقى الإجابة عندي E، نوصلها بE. number 3 please write back soon، يعني من فضلك اكتب لي قريبا، الإجابة عندي D، هتكون معناها a request to the reader، طلب إلى القارئ، طلب للقارئ إن أنت بتقول له اكتب لي قريبا، please write back soon. number 4 هاي داليا، طبعا ده بتكون عباره افتتاحيه opening phrase، opening phrase. number 5 how are things او how are things with you، كيف هي الامور او كيف تسير الامور، برضو دي عباره الاجابه عندي هتكون هي questions to reader، سؤال للقارئ يعني كيف حالك كيف تسير، ده سؤال طبعا بيكون للقارئ. بعد كده number 4 imagine يعني تخيل you go to live in another country، تخيل انت بتعيش في دولة أخرى. what things من الأشياء do you miss most about in Egypt، يعني بيقول لي يعني انت بتعيش في بلد أخرى، تخيل انت بتعيش في بلد تانية، وكمان ايه الأشياء اللي انت بتفتقدها miss you most، تفتقدها أكثر أو يعني بتوحشك أكثر about Egypt عن مصر. and your home وكمان وطنك أو يعني منزلك. why لماذا make notes اعمل ملاحظات أو دون ملاحظات in the chart في مخطط أو رسم توضيحي. جايب لي مربع بيقول لي طبعا جايب لي what I miss about Egypt، ما الذي أفتقده عن مصر. جايب لي الطعام وقال طبعا حليلها لي كشري، ممكن نقول fish، ممكن نقول فول مدمس. الويذر الطقس كمان warm دافي أو ممكن نقول sunny. ايه الحاجات اللي بتوحشك في مصر عن الاماكن places مثلا the Nile، ممكن واحد يقول the Nile، the Nile نهر النيل، ممكن the pyramids الاهرامات، ممكن مثلا my home منزلي. بعد كده بتكلم عن الاكتيفيتيز الانشطه، ممكن play football، ممكن go swimming، اي حاجه تكتبها، ممكن برضو play basketball لعب كره السله، play video games العاب الجيمز. طيب الناحيه الثانيه بيقول لي why it's special for me، لماذا هو مميز لي بالنسبه لي،
يعني بيتكلم عن الكشري، يقول انا دايما I always eat it، دايما بناكله on Fridays، في يوم الجمعة. family tradition يعني دي ايه، تقاليد عائلية. وطبعا تكتب الحاجات اللي انت ايه تفتقد، يعني ليه الطقس طبعا مميز ليك بالناس، ليه بتحبه دافئ ليه او بتحبه مشمس ليه، وليه الاماكن دي بتحب نهر النيل وايه السبب، او بتحب بيراميدز الاهرامات او منزلك، او الانشطه اللي بتلعبها كره قدم ليه. ممكن تقول بيكوز اتس فان، لانها ممتعه. اخر حاجه في صفحه 15 طبعا بيتكلم عن الايميل، بيقول لي رايت ان ايميل او ان انفورمال ايميل، يعني اكتب بريد او الكتروني غير رسمي تو ا فريند، صديق ان ايجيبت في مصر، تيلينج ذيم، بتخبره عن الايه، about your new life، حياتك الجديده، انكلود تتضمن phrases العبارات for the functions للوظائف in exercise 3 في التدريب الايه الثالث اللي هو اللي فات. use دنيا، استخدم طبعا ايميل البريد الالكتروني بتاع دنيا، and your notes وملاحظات ملاحظاتك to help، او الملاحظات خاصه بيك to help you، تساعدك على ان انت تكتب 50 to 60 words، 60 من 50 ل 60 كلمه. احنا كتبنا ايميل، نشوف الايميل مع بعض. الايميل بيقول عندي from ali@yahoo.com، والتاني to عمر@yahoo.com. الموضوع بيتكلم ماي نيو لايف، حياتي الجديده، ان سعودي ارابيا، في المملكه العربيه السعوديه. هاي عمر، هاو ار ثينجز وذ يو، كيف تسير الامور معك، او كيف هي الامور معك، او كيف هي امورك. هاو ار ثينجز وذ يو، هقول اي ام فاينلي، انا طبعا في النهايه، ان سعودي ارابيا ويز ماي فاميلي، يعني مع عائلتي. اتس اميزنج، يعني او اتس ان اميزنج، او اتس اميزنج، انها مدهشه او رائعه. اور هاوس از ان ذا سيتي، يعني منزلنا بيكون في المدينه، سيتي سنتر في منتصف المدينه، ان جده في جده. There are some green play spaces in the city، يعني هناك بعض green spaces، مساحات الخضراء، in the city في المدينة. People enjoy spending، الناس بتستمتع بالايه، spending their time، بوقتهم here، هنا. They always، يعني هم دايما، go for a walk، بيذهبوا للتمشية، or meet up، وكمان للمقابلة او ليتقابلوا together سويا. I like Saudi Arabia، بحب السعودية او المملكة او السعودية العربية او المملكة العربية السعودية. But I miss a lot of things، ولكني بفتقد الكثير من الأشياء. About Egypt، عن مصر. I really miss my favorite Egyptian breakfast، يعني أنا حقا بفتقد لي الفطار المصري المفضل لدي، فول مدمس. Please write back soon، من فضلك اكتب لي إيه قريبا. Lots of love، الكثير من الحب علي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو ينال على عجبكم، وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.